دوم نتكلم عن وايد أمراض نقدر نتفاداها بنمط حياة سليم. هي؟ والحين ممكن ينضم لها مرض ما زال العلماء يشتغلون على إيجاد علاج له وهو الزهايمر. هذا الاسم بروحه يسبب الاكتئاب، لكن مؤخراً يا سلامة صارت دراسة كبيرة في بريطانيا تعطي الأمل للمعرضين للمرض. الدراسة أجريت طوال 8 سنوات على 200,000 بريطاني أعمارهم فوق 64 ومن اللي عندهم خطر الإصابة بالزهايمر أعلى من غيرهم نتيجة العامل الوراثي. وشو اكتشفت الدراسة؟ الناس اللي يتبعون نمط حياة صحي انخفض عندهم خطر الإصابة بالمرض أكثر من 35%. شو نمط الحياة الصحي يا سلامة؟ أكيد صرتي تعرفين. عدم التدخين، 2.5 ساعات من الرياضة في الأسبوع مثل المشي والدراجات الهوائية، حمية متوازنة فيها 3 حصص من الخضار والفواكه يومياً، سمك 2 مرات في الأسبوع، والتقليل لأقصى حد من الأكلات المعالجة خاصة اللحوم. نظام وايد بسيط، طبعاً مو بدواء لكن وسيلة تقلل خطر الزهايمر. وعساكم دوم بصحة وسعادة.